بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونستعرض مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين. ونبدأ لقاءنا لهذا اليوم بعناوين الصحافة المحلية، والبداية من صحيفة الجمهورية. الرئيس الفرنسي: ندعم وحدة اليمن وصداقتنا لا تتزعزع. صحفيان مخطوفان في مأرب يتمكنان من الإفلات والوصول إلى صنعاء. أمن تعز يضبط 3 شاحنات يرجح احتواؤها على أسلحة مهربة. هدى أبلان: السلطة المحلية بزبيد لا تقوم بدورها في إزالة المخلفات. مسيرة حاشدة في تعز لدعم الحوار وحل القضية الجنوبية. إطلاق البث الفضائي للقناة التعليمية على القمر الصناعي عربسات. صحيفة أخبار اليوم: الدكتور الأزرق يعضو اللجنة المركزية بالحزب الاشتراكي. النظام السابق ما يزال في تعز، والمحافظ يعيش خارج الواقع اليمني. عدن: عناصر من الحراك تفرض العصيان بقطع الطرقات وتمزيق أعلام الوحدة في كريتر. نعمان يحذر من مخاطر تفكيك الجنوب ويؤكد أن الانسياق وراء الغضب سيسبب كوارث. اشتراكي حجاج يدين جرائم الحوثي بحق المواطنين. الجائفي: الوحدة تواجه خطر صالح والبيض، ومن يدافع عنها هم السفراء. صحيفة المصدر: قبائل نهم تطلق سراح عكوش بعد وساطة قبلية نجحت بإطلاق سراح 6 مشايخ من آل الجراد محكومين بالإعدام. أنصار الحراك الجنوبي يقتحمون ساحة الحرية بكريتر ويحطمون منصتها الرئيسية. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية: الصحوانت، الإصلاح، الوحدة حدث فارق في مسيرة الوطن والإنجاز الأبرز للنضالات التاريخية. أمريكا تجدد التزامها بدعم يمن موحد مستقر ديمقراطي ومزدهر. عشرات الآلاف في تعز يحتفلون بالذكرى 23 لتحقيق الوحدة الوطنية المجيدة. الرعيني: إعادة الوحدة حدث عظيم في تاريخ اليمن المعاصر وتاريخ أمتنا العربية والإسلامية. عدن أونلاين: اختفاء ملفات فساد مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة، والنائب العام يوجه بالتحقيق. أنصاف مايو: اتفاقية 22 مايو 1990 مأزومة، ومن وقعها ذهبا إلى مزبلة التاريخ. بعوم يفتح النار: لن نعطي شرعية للبيض الذي هرب في 94 ولم يظهر مناديا بفك الارتباط والاستقلال إلا في 2009. الأهالي نت: وزير الدفاع في الصين لشراء الزي الموحد، وتوجيهات الرئيس بالبدء في البصمة والصورة لم تنفذ. القوات الجوية توقف الرادار الخاص بالطيران الحربي وتمنعه عن الطيران المدني. مارب بريس: مسؤول تركي: مافيا دولية متورطة بتهريب الأسلحة إلى اليمن. صعدة: 4 قتلى وجريح، والجمارك تشترط رفع النازحين لفتح منفذ علب الحدودي. في الصحافة العربية والعالمية نتابع أبرز العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الاتحاد الإماراتية: اليمن يحيي العيد الوطني بمراسم باردة. تأنف نقل معتقلي غوانتانامو إلى اليمن. السياسة الكويتية: السفير البري للسياسة: اليمن في الطريق الصحيح لبناء الدولة. مقالات الرأي والتحليل نخصصها في لقاء اليوم للحديث عن الوحدة اليمنية المباركة، تزامنا مع ذكرى الوحدة 23 والتي يحتفل بها شعبنا هذه الأيام. والبداية مع الأستاذ زيد الشامي ومقاله الأسبوعي في الصحوة في الذكرى 23 للوحدة اليمنية. أشار فيه إلى وحدوية الشعب اليمني رغم اختلاف الأنظمة التي حكمت أجزاء من اليمن الغالي، مؤكدا أن ما لحق الوحدة من أضرار ما كان ليكون لو كانت مصلحة الشعب والوطن في المباركة.
المقدمة، إلا أن حب الاستئثار والغلبة كان هو السبب الرئيس في تلك الأضرار. الممارسة التي تلت الوحدة بدأت تضعف الثقة والتلاحم والحماس، وكان حب الغلبة والاستئثار سببا في التداعيات الخطيرة والكبيرة التي نعاني منها اليوم، وهو ما يقتضي التعامل معها بموضوعية مع الإسراع بمعالجة الأخطاء وتصحيح الاختلالات وإنصاف المظلومين، كتعبير عن حسن النوايا في إعادة المياه إلى مجاريها باعتبار الجميع شركاء ومتساوون في هذا الوطن. كان كثير من العقلاء يحذرون من مخاطر الظلم والتعسف والاستبداد والتمايز واستغلال النفوذ على مسيرة الوحدة وأثرها على المواطن العادي في المحافظات الجنوبية، وكان الأستاذ فيصل بن شمناد رحمه الله تعالى على رأس هؤلاء. الدكتور عبد العزيز المقالح في مقال له نشره الاشتراكي نت كتب في ذكرى رفع العلم الواحد، أشار إلى حقيقة النخب الفاسدة عشاق السلطة وما يقدمونه من قرابين للحصول على ما يريدون دون مراعاة لمصالح الشعب والوطن، مؤكدا أن الوحدة كانت حلما لليمنيين كافة، إلا أن الإساءة إليها كانت مما أسماهم بالنخب الفاسدة. النخب الفاسدة وعشاق السلطة على استعداد دائم بأن يجعلوا الشعوب تظهر أسوأ ما فيها، وأن يجعلوها باستمرار تنحاز إلى المواقف الأكثر إغراقا في السوء وفي التطبيقات المنحرفة. وأكاد أجزم أن كل مواطن في هذا البلد يعرف حقيقة أن الوحدة التي تمت في 22 مايو 1990 كانت حلم الملايين وهاجسا وطنيا عاشه الآباء والأجداد، لكن هذا الحلم الجميل والعظيم قد تم تشويهه والإساءة إليه لا عن طريق العامة والبسطاء من الناس، وإنما عن طريق النخبة الحاكمة التي ظنت أن زيادة مساحة الوطن تعني زيادة في حصتها من الثروة والاكتناز غير الشرعي، وغاب عنها أن زيادة مساحة الدولة ما هي إلا زيادة في المسؤولية وبذل الجهد في ترسيخ معنى الوحدة وتعميق مشاعر الانسجام والمواطنة المتساوية. افتتاحية أسبوعية 26 سبتمبر كانت وحدتنا استعرضت كان مقالها وحدتنا عفوا استعرضت محطات من تاريخ الوحدة اليمنية منذ استقلال الجنوب وثورة الشمال، مؤكدة أن الوحدة كانت ممكنة عقب الاستقلال مباشرة، ومشيرة إلى أن ما لحق بالوحدة من أضرار جراء تصرفات البعض وسياساته الخاطئة هي ذاتها التي أعاقت تحقيق الوحدة في وقت مبكر. العقلية التي أخذت اليمن إلى مسارات الدولة الشطرية في نهاية ستينات القرن الماضي هي نفسها التي وضعت وحدة 22 مايو في سياق مفاهيم ضيقة الأفق، واضعة الوحدة في اتجاه معاكس لمعانيها ومضامينها وقيمها ومبادئها كمشروع وطني حضاري اجتماعي سياسي واقتصادي وثقافي، أدى إلى تشويهها كمنجز كبير وعملاق ينطلق باليمن إلى فضاءات لا متناهية من التطور والتقدم والازدهار. في يومية الجمهورية نطالع مقال مصطفى راجح الاحتفال بالوحدة ببناء دولتها. الجمهورية اليمنية هو النقاش القائم بشأن بناء دولة الوحدة والاعتراف بالقضية الجنوبية لمعالجتها. هذا الأفق المفتوح للنقاش حول بناء دولة الوحدة هو الاحتفال الأكبر بيوم 22 مايو وإعادة الاعتبار لمضمون على قاعدة الحوار السلمي وشراكة الوطنية المغدورة في حرب 94. هذا الاعتراف الشامل بالقضية الجنوبية والتداول المفتوح حول جذورها ومحتواها والحلول العادلة لمعالجتها هو الاحتفال الصادق بالوحدة اليمنية، وليس الكلمات الإنشائية والتمجيد الأجوف للوحدة دون النظر في بناء دولتها أولا. في أخبار اليوم كتب نجيب المضفر الوحدة نعمة فكيف نحافظ عليها، وضع جملة مقترحات وآليات لشكر نعمة الوحدة المباركة باعتبارها نعمة من الله العلي القدير تستحق الحمد والثناء والمحافظة عليها. من الواجب علينا تجاه وحدتنا المباركة
العمل جميعا بروح الفريق الواحد في سبيل ترسيخ قيم الانتماء لهذا الوطن الغالي بين أوساط الجميع من أبنائه، وذلك بالسعي إلى تحويل المجتمع إلى طاقات منتجة وفاعلة ومحققة للتكامل ومتحررة من التسكع المهين في بعض الدول بحثا عما يسد رمقها، وكذا تعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بمنجز الوحدة، وذلك بالسعي الدؤوب والمتواصل لجعل خيرات الوحدة في متناول الجميع وفقا لمبدأ المواطنة المتساوية. الخضر سالم بن حليس في الأهالي نت كتب مقالا الوحدة في سن الشباب، تغنى فيه بالوحدة وعظمتها ومكانتها، مشيرا إلى أن الوحدة لم ولن تكن السبب فيما وصلنا إليه، بل هي سوء الإدارة التي مارسها النظام البائد ورأسه الفاسد. في الذكرى 23 لوحدة اليمن الحبيب، ها هي الوحدة اليوم في سن الشباب وتستعد لمغادرة مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد. الوحدة لوحة جميلة ناصعة البياض، شوهتها التصرفات وعبثت بها السياسات. الوحدة قيمة إنسانية راقية المعاني، أساءت الدولة التي أدارتها في الحفاظ عليها وإبراز أروع معانيها. الوحدة إشراقة رائعة في سماء الفرقة، إنها المطر العذب البعيد عن العواصف السياسية الهوجاء. ليست الوحدة السبب في رداءة أوضاعنا بقدر ما كان السبب في أننا لم نحسن إدارتها. وهل كان سد مأرب الذي أنبت لأهله جنات عن يمين وشمال وجمعهم حوله عصورا، هل كان السبب في تفرقهم بقدر ما كان السبب إهمال أهله من حوله وسوء تصرفاتهم والتفريط في صيانته وإدارته وكفران هذه النعمة العظيمة وخسارتها من بين أيديهم وتفرقوا أيدي سبأ؟ إن في ذلك لآيات. وفي مأرب بريس كتب طارق عثمان مخاطبا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، يا أبناء الجنوب عودوا فقد رحل مدمر الوحدة. أشار فيه إلى السياسة التي انتهجها النظام السابق بحق الوحدة، مؤكدا الوحدة لم يحققها المخلوع بل هي متحققة في صفوف وقلوب الشعب. صالح لم يحقق الوحدة بل هي متحققة بين أفراد الشعب اليمني الذي عاش عقودا يحمل توقه وأشواقه للإعلان الرسمي للوحدة، وما فعله العليان لم يكن سوى التوقيع والتقاط الصور، ثم ما لبثا أن بدأ بتمزيق الشعب كل بطريقته. أن يقول أنصار صالح على بعد 22 من مايو فهذا خطأ بين، فالشعوب لا تعرف كلمة يكفي. الشعوب أيضا تؤمن بأن الأعمال بخواتيمها وأن العبرة بالمآلات. ورجل وحد النظام ومزق الشعب ليس بصانع، بل هو أكثر من أضر بالوحدة حين غلب عقليته الإقصائية لتصل في العمق إلى الأفراد البسطاء من أبناء الجنوب الذي لا يزايد أحد عليهم في وحدويتهم. وفي فقرة قالوا عن الوحدة نرصد أهم التصريحات. الإصلاح. الوحدة حدث فارق في مسيرة الوطن والإنجاز الأبرز للنضالات التاريخية. رئيس إصلاح الأمانة، تحقيق أهداف الثورة كفيلة بإزالة المظالم ولن نجد من يفكر بالانفصال. رئيس دائرة التوجيه والإرشاد للإصلاح بالأمانة، العصر عصر القوة والوحدة فلنحافظ على هذا المنجز. الدكتور العديل، الوحدة أعادت لليمن اعتبارها ولا يمكن التفريط بها في أي حال من الأحوال. وإلى الصحافة الجديدة، وفيها ننقل أهم المشاركات المتفرقة عن أبرز المستجدات على الساحة المحلية، والبداية من الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر. وعلى صفحته في الفيسبوك قال إن الدفاع عن الوحدة ضرورة تمليها عقيدة الانتماء ونوازع الوطنية. الوحدة اليمنية ظلت ولا تزال في الذاكرة الجمعية الوطنية واجبا دينيا وضرورة وطنية ملحة لتجاوز التخلف وماضوية الصراع وأحقاده التي كانت تغذيه القوى العالمية بغية جعل الأمة العربية والإسلامية ومنها اليمن مجالا حيويا لتأمين مصالحها التي كانت أولى أولوياتها في تمزيق الشعوب والأوطان.
فهذه القوى ما فتئت تعمل على إشعال الفتن وإذكاء الأحقاد التاريخية وتأجيج الأزمات ومحاولات منطقية مفتوحة على احتمالات الأسوأ، هي ذاتها التي تريد أن تجعل من الوطن قبرا مفتوحا للموت. ولأن الوحدة اليمنية تعد مطلبا وطنيا ودينيا، فإن الدفاع عنها ضرورة تمليها عقيدة الانتماء ونوازع الوطنية. وعلى هذا فإننا ندرك حجم الخسارة التي صنعها النظام السابق في الجسم الوطني الموحد، فممارساته الاستبدادية الفاسدة ظلت تعمل على تنامي لغة الفرز والكراهية وإنتاج المتاريس الانفصالية الذهنية والمادية، وحاولت أن تخرج الوحدة اليمنية من قدسيتها إلى خيار قابل للنقاش ومسألة قابلة للتمزيق، خدمة لأطماع خارجية أكثر مما هي مطلب وطني حقيقي، كما حاولت أن تصوره القوى التي رأت في تنزيق الوطن مدخلا لتحقيق مشاريعها الطائفية والتفكيكية. المشاريع الصغيرة لا تنمو إلا على أشلاء الأوطان الكبيرة، وهذا ما يريده الذين أدمنوا الاستبداد والاستعلاء في الوطن بغير الحق. ومن أجل الوحدة اليمنية كانت الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي أطاحت بالنظام العائلي الاستبدادي. الكاتب أحمد عثمان على صفحته في الفيسبوك أشار إلى حجم الإجماع على الوحدة من قبل مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر. الوحدة حلم اتفق عليه أطياف اليمن، ومهما اختلفوا فقد اتفقوا على شيء واحد اسمه الوحدة. من محمد سالم البيحاني إلى تلميذه عبد الله باذيب إلى عمر طرموم وغالب لابوزة وسالمين وعبد الفتاح إسماعيل، وقبله كان الأحرار الذين خاضوا ثورات ضد الإمامة في الشمال انطلاقا من عدن وعيونهم على الوحدة. وفي ذات السياق كتب الأستاذ محمد الأشول رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة على صفحته في الفيسبوك، نتابع: ما أحوجنا اليوم إلى التآخي والوئام والسلام، وما أحوجنا للترفع عن الصغائر والمكايدات السياسية والحزبية الضيقة والمناكفات الإعلامية، ما أحوجنا لمراجعة حساباتنا وترك الأنا وإعادة صياغة مفاهيمنا بعيدا عن التأويل والخلط أو الغموض، ما أحوجنا اليوم في مناسباتنا الفرائحية 22 من مايو عيد الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية المباركة، لأن نزجر النفس الأمارة بالسوء ونفتح صفحة بيضاء نرسم فيها أحلامنا وطموحاتنا في العيش بكرامة وعزة وشموخ في وطن آمن ومستقر ليس له حدود تعيق آمالنا أو أحلامنا وطموحاتنا نحو المستقبل الباسم والجميل. ما أحوجنا اليوم أن نرمي خلافاتنا جانبا ونبحث عن نقاط الاتقاء وتعزيزها لتكون قاسما مشتركا للجميع، ونبذل قصارى جهدنا من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ودعوة من لم يشارك من المكونات والشرائح المجتمعية في الحوار للمشاركة في الحوار كسنة إلهية أمر بها المولى عز وجل، والخروج بنتائج من أجل مصلحة الوطن وتغليبها على المصالح الشخصية أو الأنانية الضيقة. ما أحوجنا إلى ترشيد الخطاب السياسي في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بعيدا عن التخوين والإقصاء والتهميش، وبعيدا عن الحسابات الضيقة أو المصادرة للرأي والرأي الآخر أو تسخيرها لمهاجمة الخصوم من فرقاء العملية السياسية. بإمكانكم مشاهدي الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت سهيل.net وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.